التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، بتجدد انطلاقاتنا وتحدياتنا في هذا الصباح لينطلق شوط جديد من أشواط الخير والبركة، شوطنا 19 والذي يحمل تحديات الأفكار من فئة الإنتاج. نتمنى التوفيق والنجاح للجميع. مباشرة أسير إلى المركز الأول، إلى الدانه اللي على المركز الأول لراشد بن خادم بن راشد المهيرياتي مع المركز الأول، بينما المركز الثاني هذه هي البنية تأتي على المركز الثاني وتتقدم بشعار حمود بن محمد بن صغير لينيبي. انتقل الى المركز الثالث فلك لسعيد بن محمد بن حليس العفاري، انتقل الى المركز الرابع ورابعا تكريم ظافر بن راشد بن سويدان الاكتبي، بينما المركز الخامس وخامس المراكز هناك مع المركز الخامس هي القادمة شاهنية حمد بن سالم بن حمد بن اطبع العامري. تحركت الاسماء ووصلت ايضا، وصلت هنا المتقدمة في هذه اللحظة علاج محمد بن عبيد بن حلوس العامرياتية بعلاج وبانطلاقة علاج في هذا المستوى الجميل من خلال هذه التحديات والانطلاقات المميزة اللي وصلت. ايضا تواصلت الاسماء وتحركت طرفاشة خالد بن حمدان بن غانم الفلاحي يقدم لنا طرفاشة، بينما المركز التاسع هنا مع تاسع المراكز، والمركز التاسع هي عالية صالح بن بخيت بن محمد المنهالي، وعاشر المراكز مع انطلاقة الرمضة راشد بن محمد بن راشد بشاوي الاغفلي. هذه النتيجة والنداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا المستوى الجميل من الشعارات المميزة. لكني بعود إلى المركز الأول، بعود إلى الصدارة، بعود الى فلك، الى فلك، الى سعيد بن محمد بن حليس العفاري يتقدم بفلك وبمستواها الجميل، بينما تكريم اللي على المركز الثاني ظافر بن راشد بن سويدان الاكتبي، بينما المركز الثالث هنا الشاهنية محمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري، ينتقل الى المركز الرابع وتحركت الاسماء وتحركت الشعارات وتواصلت عالية. صالح بن بخيت بن محمد المنهالي يقدم لنا انطلاقة هذا الاسم، زعزع زعزع ما بين الاسماء. الان هي على المركز الثالث، هذا احمد الحزمي بن قناص العامري يتحرك بزعزعة، بينما خامس المراكز هذه اللي على المركز الخامس مرضية حامد بن محمد بن غدير الدرعي يقدم لنا مرضية، يقدم لنا هذه هي مرضية بأداء جميل. لكني بعود الى الرقم واحد واللي على المركز الاول واللي على الصدارة، فلك 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 على المركز الأول يقدمها سعيد بن محمد بن حليس العفاري، بن حليس بن حليس باحثا عن النواميس معلنا لهذا الاندفاع، ولكن وصلت نصيبة نصيبة علي بن عبيد بن سعيد بن مروشد يتقدم بن مروشد يندفع هنا مع هذه الانطلاق وهذه التحديات الجميلة هنا مع هذا المستوى الراقي والجميل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ولعت المنافسة، ولعت ولعت المنافسة ما بين الأسماء، لكن بن مروشد، لكن بن مروشد والقادمة والقادمة أيضا
الغصينة، سالم بن حمد بالقرين، العامري بالقرين، وبن مروشد بن قرين، وبن مروشد بن قرين، بن قرين يقدم هذا الغصينة، الغصينة سالم بن حمد بالقرين، العامري تهانينا لك على هذا الفوز والانتصار الجميل. بينما المركز الثاني وصلت هنا نصيبة علي بن عبيد بن سعيد بن مروشد، المركز الثالث كانت مع المركز الثالث هي ضبا راشد بن سالم بن علي الغيلاني، اتتنا باللحظات الاخيره. بينما المركز الرابع كانت مع المركز الرابع عاليه صالح بن بخيت بن محمد المنهالي، والمركز الخامس اللي على المركز الخامس سياد عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي، من اتى على المركز الخامس. اذا متابعينا الكرام شاهدنا المنافسه الجميله والتحدي الرائع، وكانت الغصينة هي الفائزة بناموسي هذا الشوط مع شعارك يا بلقرين، من حقق هذا الفوز والانتصار الجميل مع الأداء المميز في هذا الشوط شعار سالم بن حمد بلقرين العامري. تهانينا على هذا الفوز والانتصار ولحظة الوصول التوقيت الزمني 5 دقائق 57 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية، هو توقيت الغصينة لسالم بن حمد بلقرين العامري. تهانينا والناموس. بينما أتت بالمركز الثاني وأدت عرض رائع تشكر عليه النصيبة أيضا لعلي بن عبيد بن سعيد بن مروشد السبوسي، من أتى على المركز الثاني توقيت الزمني 5 دقائق 58 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. ضبا هي اللي أتت على المركز الثالث لراشد بن سالم بن علي الغيلاني، والتوقيت الزمني 5 دقائق 59 ثانية. بالوفاء هناك 5 دقائق 59 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية، هو التوقيت الزمني المرافق للمركز الثالث. تهانينا والناموس.